هذا يذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا. الرسول له حقوق عظيمة على الأمة، منها الصلاة والسلام عليه، والمصلحة راجعة لنا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. المصلحة لنا في هذا، ونؤدي بذلك حقه صلى الله عليه وسلم. أما الصيغة الأمر واسع، تقول صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو تقول محمد عليه الصلاة والسلام، أو تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كل هذه صيغ جائزة، كلها جائزة والحمد لله.